وبداية صباحنا لليوم حنروح للمساحة الطبية وحنحكي اليوم عن الحروق الجلدية اللي بتسبب تلف بالأنسجة. هاي الحروق ممكن تكون مصدرها شغلات كتير، ممكن تكون أحيانا كهربائية، ممكن التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، التعرض المباشر للنار، وأيضا الحروق الكيميائية وغيرها من أنواع الحروق، وأيضا تختلف شدتها حسب المصدر. بعض الحروق نحن قادرين نروح لعلاجها ضمن البيت بالإسعافات الأولية، والبعض الآخر بيحتاج لمركز طبي متخصص. وأهم شيء اليوم أي حرق نحن بنتعرض له أو أي شخص بيتعرض له إنه ما يترك ندبة، لأنه هاي الندبة أكيد حتسبب آثار صحية ونفسية كتير بشعة على الشخص. يا هايدي، أكيد موضوع كتير مهم وممكن يصيب الأطفال والكبار، وطبعا درجات الحروق مشاهدينا رح تكون إما بسيطة أو عميقة. اليوم رح نتعرف أكثر على هي الدرجات وكمان نعطي إرشادات ونصائح بالإسعافات الأولية، نحن كيف ممكن نتعامل مع هي الحروق كرمال ما تترك ندبات وآثار علينا ويمكن تأثر على نفسياتنا. بعدين نحكي أكثر تفاصيل عن الموضوع، بس عندنا إنه يكون معنا اليوم الدكتورة إسلام مسلماني الاختصاصية بالجراحة الترميمية والحروق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. بداية صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين وعلى كل سوريا، يا رب باعتبار الخير جديدة. صباح الخير دكتورة، ينعاد عليك بكل خير، عليك وعلى عائلتك يا رب، هيك مثل ما قلتي هالسنة تكون خير علينا إن شاء الله يا رب كلنا، وتبعدنا عن الحروق وهدول القصص المؤذين بحياتنا. بداية الحروق معروفة يعني طبيا شو هي، ممكن تصيب تلف بالأنسجة، خلينا نروح لدرجات الحروق وكيف اليوم طبيا بيتم تصنيفها. تمام، هلا نحن خلينا نتفق بالبدايه انه نحن عندنا الجلد هو العضو الاكبر الموجود بالجسم وهو الاليه الدفاعيه الاولى. تمام، فنحن لما بدنا نصنف الحرق نحن عم نصنفه عباره عن ضياع مادي جلدي، التصنيف تبعه عم بيتب حسب قديش شمل سماكه من طبقات الجلد، على هالاساس نحن بنصنفه من درجه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه. كل ما كان في عندنا احمرار والم نحن لساتنا بال يعني بالدرجات البسيطه، كل ما خف الالم عند المريض واخذ الوان ثانية سواء لون أبيض، سواء ظهرت عندنا الفقاعات، سواء كان عندنا لون أحمر مبرقش أو بنفسجي أو قرنفلي، فنحن دخلنا بالدرجات الخطيرة يعني أو العميقة. تمام؟ طيب فينا تصنيفات ثانية، فينا نصنف على المساحة، طبعا في قواعد موجودة ونظريات كل مين بتبع قاعدته ونظريته، بس أشهر القواعد الموجودة هي تنسون بولانسكي أو قاعدة التسعات. فينا نستخدم مثلا راحة اليد مع أصابع نعتبرها هي عبارة عن 1% وعلى أساسها نحسب المساحة. طيب مبدئيا كيف نحن ممكن نشخص الحروق وايمتى ممكن نحن فعلا نحتاج انه نروح لعند الطبيب، او ايمتى نحن ممكن نكتفي بالعلاج المنزلي؟ خلينا نوضح الموضوع. هلا نحن بالبدايه بالنسبه لموضوع الحرق هو بيعتمد بشكل اساسي على الفحص السريري، الضياع الجلدي اللي صار نتيجه الحرق هو اللي بيحدد لنا اذا نحن بحاجه نروح على الطبيب او لا. الجايد لاينات اللي بتحطها منظمه الصحه العالميه بالعاده انه كيف نحن نتعامل مع الحرق، بالعاده الدرجه الاولى والثانيه ممكن هي يتم حلها ضمن المنزل، بس انا على طول بفضل على طول لازم مجرد ما صار حرق حتى لو درجه اولى او ثانيه يتوجهوا للطبيب، لمراكز الرعايه الصحيه الاوليه، للمشافي، للاسعاف. ليش؟ لانه عم بتصير ممارسات خاطئه، يعني بيكون الحرق درجه اولى وبسيط، بس نتيجه الممارسات الخاطئه عم نتطور وعم ندخل بشغلات ثانيه، فيفضل لو لاول مره يكون في عندنا استشاره طبيب وبعدين بكفوا بالشيء اللي يعني حسب استشاره الطبيب والتوصيات. طيب دكتورة رح نرجع لنقطة كتير مهمة ضويتي عليها وهي خلينا نقول التعامل الخاطئ أو الشائع مع الحروق، ولكن خلينا نروح بداية لنحكي عن مناطق الحرق. نحن بنشوف بتتعدد المناطق بالجسم وبتكون كل منطقة يمكن تتضرر أكثر من منطقة، أو ممكن يكون لا نفس الضرر إذا كان نفس المصدر. هل في اليوم منطقة ممكن تكون أضعف من أخرى بالجسم؟ أكيد هذا الشيء بيعتبر على سماكة الجلد، مثلا نحن في عنا مناطق بالجلد بتكون سميكة ومناطق تانية لا بتكون رقيقة. بالإضافة أنا بقدر الأذية حسب أنا يعني نحن كمريض بهمه الناحية التشوه الجمالية، بس أنا كطبيب بهمني حافظ على وظيفة العضو والطرف. كانوا اكثر طرف يعني او منطقه ممكن تتضرر او تكون اضعف؟ ايه هلا اكثر منطقه هي ضعيفه جلد الاشفان هشه، وانا لازم احافظ عليها واعطيها الاولويه مشان ما نفقد كره العين، بس ممكن انا يكون عندي حرق بالعنق وهذا الحرق ممكن يسبب اذيه تنفسيه، فانا هون مهمتي احافظ على الطريق الهوائي، فهذا الشيء بيتم تقديره حسب الحاله اللي قدامي. تمام، قبل العلاج نحن ممكن نحتاج لفحوصات معينه؟
أكيد. هلأ الفحوصات المعينة أهم شيء نعرف نحن إذا في أمراض مرافقة سواء كان طفل ولا كبير بالعمر، لأنه هي الأمراض المرافقة نحن بالأساس لما صار عندنا خطأ حرق رح يؤدي لخلل بالتوازن الاستقلابي للمريض. فإذا كان في عندنا أمراض مرافقة فهنا رح يأثروا ببعض وندخل بحلقة معيبة. كتير بدي نوه كمان على فكرة، هلأ نحن على طول الأمراض المرافقة بنفكر بالضغط بالسكري بنفكر فيهم عند الكبار بالعمر، بس الأطفال ما حدا بيخطر له إنه هو ممكن يكون بيعاني من مرض والأهل معنا ومنتبهين له. هذا كتير شفناه عندنا بالشعبة الحروق. نحن مثلا عندنا مشعر الصفيحات، نقص الصفيحات ممكن يدلنا يعطينا مشعر انه المريض دخل بحالة سبسس انتان دم وصارت المرحلة خطرة. فكتير اطفال بيجوا لعنا بعد التشخيص بيطلع هنا عندهم بالاساس نقص صفيحات اساسي والاهل معنا ومنتبهين لهذا الشيء. فكتير منركز على الامراض المرافقة، كتير منركز على التحاليل سواء خضاب سواء تعداد صفيحات سواء شوارد البومين بروتين، لانه هدول حتى اثناء الحرق بيتاثروا بيتم فقدهم باليات معينه نتيجه الحرق، وللمتابعه الدوريه اجباري. طيب دكتوره، مثل ما قلتي في درجات اليوم للحروق ولو ثانيه وثالثه، وكل درجه اليوم يمكن تختلف اعراضها عن الاخرى، يعني يمكن اذا كان في ثقافه طبيه بموضوع الحروق الجلديه بيقدر الاهل من اول نظر يعرف اذا هذا الشخص بحاجه لمراجعه مركز طبي او ممكن يتم استشفائه في البيت. خلينا نحكي بكل درجه عن اعراضها، هل عم يكون في اختلاف فيها؟ اكيد. هلا مثلا عندك الدرجه الاولى والثانيه بيميزون اللون الاحمر، بيميزون الالم، بيميزون انه الاحساس لساته موجود. ما اذا نحن مسكنا ابره وعملنا وخز على المنطقه للشخص بيشعر بهذا الالم، فهدول الاستشفاء تبعهم قادر يكون ضمن ضمادات عقيمه بالمنزل، والاستشفاء تبعهم كثير حلو. الدرجه الاولى 3 لـ5 ايام اكيد بصير شفاء تام، الدرجه الثانيه السطحيه ممكن اسبوع بس بصير شفاء تام وما بيترك ندبه، الدرجه الثانيه العميقه والدرجه الثالثه والرابعه اجباري رح يكون استشفاء بالمشفى، رح يترافق بوزمات بارتفاع حراره بتجفاف عند المريض. شكل الحرق كيف بيكون بالدرجات؟ شكل الحرق بيشمل سماكات اكثر، بيكون لونه ابيض، احيانا بياخذ لون قرنفلي بنفسجي، يعني بيكون مثلا عندنا ارتفاع حراره معنده ما عم ينزل، بيكون عندنا وزمه بشكل عام، ممكن مثلا نشوف من خلال الضياع وتر او عظم او عضله. تمام، خلينا نحكي عن الندبات. يعني يمكن أكثر شيء بخوف أو أكثر شيء مزعج هي الندبات اللي بتتركها اليوم الحروق. اليوم إحنا أكيد عنا أنواع كثير لهي الندبات، خلينا نوضحها وخلينا نوضح هل ممكن إذا كانت الندبة بمنطقة معينة ممكن تضل فترة منيحة وما نقدر نعالجها؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. هلأ مجرد ما كان عندنا ضياع مادي ناتج عن حرق درجة تانية عميقة أو ثالثة أو رابعة أكيد رح يترك عندنا ندبة. هاي الندبة نحن بنخاف منها لما بتكون موجودة على مكان مفصل، فمثلا على مفصل ركبة على مفصل هاي، فإنه هي بتحدد حركة الأعضاء. تمام، فنحن هون يعني نحن الفترة اللي فينا نترك فيها الندبة لتاخد شكل النهائي بين 6 شهور لـ1 سنة، وبعد هذا الشيء لا أكيد لازم نتداخل عليها سواء جراحيا أو نتداخل عليها بالعلاجات البسيطة مثل أوبر الألفا كورت، حقن التريامسينيلون، مثل استخدام مشدات السيليكون، واحيانا ممكن نلجا للليزر كمان لعلاجه. طيب خلينا نروح لخطه العلاج وقت اللي بيكون الحرق من الدرجه الثانيه متوسطه او الخطيره. اليوم اكيد بيختلف العلاج عن الدرجه الاولى، اليوم طبيا شو هي اهم الخطوات الاولى وفيما بعد كيف بتم يعني حتى انتهاء رحله الاستشفاء يعني؟ هلا نحن الخطوات الاولى اكثر شيء بيهمنا بعد ما فحصنا سريريا تمام الانعاش، لانه نحن مريض الحرق هي الضياعات رح يصير نزح للسوائل، فالشخص بيدخل بشيء اسمه تجفاف. فنحن بهي الفتره اهم شيء اول 24 ساعه نعوض له سوائل قد ما فينا. ثاني شيء انه نحن السرير الحرق اول ما صار الحرق هو عقيم اجباري، بس باليوم الثاني والثالث والرابع والخامس ممكن يصير هو مؤهب لنمو بكتيريا معينه جرثوميه سواء كانت ايجابيه او سلبيه، فلازم نتوجه للتغطية بالإنتانات التجريبية، بعدين ناخذ مسحة، نتوجه للتغطية بالصادات النوعية حسب نوع الجرثوم، نعمل مراقبة سريرية، تحاليل دورية، متابعات، ممكن نعمل استشارات معينة حسب نوع الحرق. في عندنا حروق كاملة الاستدارة هي بتأثر على تروية الطرف، بتعمل إقفار نسيجي ممكن توصلنا لبتر، فهون نحن ممكن نطلب استشارة وعائية لهذا الموضوع. في عندنا مثل أمراض الحروق الصعق الكهربائي، نحن بيتطلب منا إنه نحن نعمل مراقبة لتخطيط قلب كل ساعتين، لأنه هي ممكن تطور رجفان بطيني حتى لو كانت مساحة الحرق بسيطة كتير، مثلا دخلت بالإصبع وطلعت وليكن بالكتف تمام، بس مع هيك نحن لازم يخضع لمراقبة 24 ساعة ونعمل تخطيط كل ساعتين لحتى هو يتجاوز مرحلة الخطر وما يصير عنده اضطراب
ضب قلبية، لازم يتعوض له سوائل بشكل جيد مشان ما ندخل بقصور كلية واستسقاء كلية يعني. وبيتم التداخل مثلا باستشارات أذنية باستشارات عينية حسب العضو المصاب. تمام، بالنسبة للتطورات الكتيرة يلي دخلت بمجال الطب، خلينا نحكي بما انه عم نحكي عن الحروق اليوم، كان في علاجات تجميلية جديدة نحن قادرين من خلالها فعلا نخفف من آثار الحروق؟ هلا نحن مؤخرا بشعبة الحروق بمشفى المجتهد بإشراف الدكتور وائل برازي تم تطبيق آليتين، الآلية الأولى هي الضماد الأمنيوسي. الضماد الأمنيوسي هو معنى شيء جديد يعني، برا هو موجود بس فينا نقول عنا بسوريا وبعض الدول العربية أول تطبيق لإله صار عنا وبمشفى المجتهد. الضماد الأمنيوسي كتير حلو بأنه هو خفف ألم المريض، بيعزلك الوسط الحرق عن الوسط الخارجي فبيعزل النهايات العصبية الحسية فبيخفف من الألم. نحن مريض الحرق أكثر شيء بيكون يعني مش بيكون زعج المريض هو عبارة عن الألم والتشوه اللي ممكن يصير، فالضماد الأمنيوسي حقق لنا هالشغلتين، أول شيء خفف الألم، ثانيا بيحسن من شكل الندبة اللي ممكن تتشكل بعدين عن طريق عوامل النمو الموجودة فيه. الشغلة الثانية اللي ممكن كمان نعتبرها من العلاجات الجديدة هي إدخال الرسابة القرية، كمان طبق الدكتور وائل برازي رئيس شعبة الحروق. الرسابة القرية كمان ساعدت عن طريق عوامل النمو والسيتوكينات الموجودة فيها والفيبرونكتين والفيبرونجين، كمان بتخفيف انه تشكل ندبه فيما بعد يعني. نحن لما عم نطبقه على 80 ل 100 حاله مثلا عم يطلع عنا 3-4 تشكل عنده ندبه. يعني شو الاليه اللي بتم فيها؟ الاليه هي عباره عن تحريض عوامل النمو، انت لما بتشكل عندك جرح او ضياع وبدنا نحن يسكر هذا الضياع فهو اللي بيسكره تداخل عوامل التهابيه وسائط التهابيه بالاضافه الى تداخل وتضافر جهود من عوامل النمو. فنحن لما عم نطبق الضماد الامنيوسي او الرسابه القريه نحن عم نعزز عوامل النمو، فعم تعملنا مثل الماتريكس مثل المصفوفة عم يتشكل عليها الجلد ويضب على بعضه. خلينا نروح للإصابة، لحظة الإصابة بالحرق خلينا نقول، ودائما نحن يعني في أمور شائعة في أساليب شائعة يمكن اليوم حضرتك حتضوي عليها وتقولينا لا هون خطأ وهون صح. نحكي عن الإسعافات الأولية وشو هي أهم الإجراءات اللي نحن ممكن نعملها عم تكون أثارها جدا سلبية على هذا الحرق. هلا خلينا نقول أول شيء الجايد لاين تبع منظمة الصحة العالمية، الجايد لاين تبع منظمة الصحة العالمية ببلش بأول شيء أنت تلغي الشيء اللي أدى للحرق، مسبب الحرق، إذا كان لهب لازم نطفيه، إذا كان تماس كهربائي لازم نبعد الشخص عن التماس الكهربائي. من الإجراءات الصحيحة اللي نحن فينا نعملها مشان ما نعمل أذية هي مثلا المريض إذا في لهب ندحرجه على الأرض تمام على التراب ويكون مستوى يعني سطح يعني أملس، مو إنه يكون مثلا ممكن يؤدي لإصابة ثانية بعدين تخرج. في أشخاص بيستخدموا أساليب خاطئة بأنه بيفتح بيحط مي سخنة بيحط مي باردة مثلجة، المي السخنة والمي الثلج هي استخدامات خاطئة، المي المثلجة أو الباردة هي بتعمق الإصابة، أنت بكفي مية الحنفية هي بتحدد من الإصابة وبتمنع الأذية وحتى بتخفف الألم. من الإجراءات الثانية إنه بيجي لعندك إنه مثلا حاطط حلق حاطط إسوارة حاطط شيء ما بيشيلوا له إياهم، فورا لما صار الحرق لازم ينشالوا لأنه بتشكل عندنا وزمة، هي الوزمة المعدن الموجود ممكن إنه يعمل انقطاع بالتروية ونضطر بعدين نبتر طرف معين أو إصبع أو العضو يلي أدى لأنه قطع له التروية لأنه بصير عندنا إقفار نسيج. الاستخدامات الخاطئة كمان كتير بسمعها أنا هي شائعة، حطيت معجون أسنان حطيت قهوة طيب. أكيد أكيد غلط، ليش؟ لأنه حتى نحن عندنا العسل هو مرمم، مرمم كتير منيح، بس أنا الشيء اللي بخاف منه لما بصير عندي حرق هو الإنتان، فأنا بدي حاول حافظ على العقامة وعلى النظافة قدر الإمكان مشان ما فوت بحلقة معيبة. فأي استخدام من هدول الإجراءات سواء كان مرمم ولا غير مرمم إذا ما كان ضمن شيء معين وجايد لاين معين ممكن يؤدي لإنتان وفوت أنا بحلقة معيبة. بس المرمم يعني ما بنحط بالمرحلة الأولى فيما بعد يعني بعد بس انه خلينا نحن اليوم هي ليش شائعة كثير تبع المعجون الأسنان تبع الطحين واليوم يعني ناس لا عم تستخدمها يعني هي اساليب غالطه يعني فيك تقولي ثقافه مجتمع الناس تتناقل بين بعضها قالت لي جارتي حطي معجون بيقولوا الطحين ببرد يعني على الحرق غلط غلط اكيد غلط انت فيه مركبات ثانيه برد لك هالفتره بس هو بالمقابل بعد ما راح عمق الاصابه يعني بجوز كنتي درجه ثانيه تعمقت الاصابه صارت درجه ثالثه طيب خلينا نحكي عن الاطفال نوضح طرق العلاجيه عم تكون نفسها اليوم للكبار ولا لا في فرق اليوم نحن في اسعافات اوليه ممكن نتعامل معها اكثر مع الاطفال
هلا مثلا الشغلات الموجوده عند الاطفال اكثر شيء بهمنا الوعي، وعي الاهالي اتجاه اطفالهم، لانه اكثر الاصابات اللي عم بتصير عند الاطفال هي ناتجه عن قله الوعي. بتجيكي مريض طفل بتقول لك وانا شايلته وقع بطنجره الحليب، يعني في هذا الشيء. فاهم شيء نحن يكون وعي الاهل اتجاه اطفالهم وكيف الاهتمام فيهم، هي اول فكره. الفكره الثانيه، نحن الطفل اكيد لما بيجي على المشفى اكيد له عنايه خاصه، سواء للطفل الصغير او حتى الكبار بالسن يعني فوق عمر 60. الطفل بيكون في عنده حالات خاصة، انه مثلا ممكن يكون عنده امراض مرافقة وراثية لازم نحن نعرفها شو هي ونعالجها. في شغلة تانية انه هو مؤهب باكثر من نصف الحالات، ممكن انه يتشكل عنده نضوج ضخامية اكثر من الكبار بالعمر، فلازم نحن يكون عنايتنا بالضمادات اكبر، بالاضافة انه هو مؤهب لحدوث امتان تنفسي علوي مرافق للحرق، فكمان لازم هي القصة ننتبه لها عند الطفل. حتى انه شكل الندبة ممكن يكون غير عند الكبار، فهدول الشغلات الأساسية اللي فينا نهتم فيها عند الصغار أكثر من الكبار يعني. بس اليوم طبيا الحرق وقت اللي بيكون عند الطفل يعني طبيا اليوم مدة الاستشفاء عم تكون أقل، هل اليوم عم تكون مدة الاستشفاء بالعكس أسرع أكثر؟ كلش بيقولوا الطفل إنه لساته صغير بيرجع بيرمم الجلد عنده بيرمم بس مؤهب لتشكل الندبة أكثر. ليه؟ في شيء بالأمس هلا نحن تشكل الندبة له علاقة بمرحلة اسمها إعادة القولبة، فبيكون عبارة عن فرط كولاجين غير منتظم. فالطفل بتكون هاي الحالات كلها ما أنا مستقرة عنده بالأساس، فلما صارت إعادة القولبة فبيكون الكولاجين غير المنتظم عنده أكبر أشد، يعني الكولاجين المنتظم لسه ما تشكل عنده بشكل صحيح، فالكولاجين غير المنتظم هو اللي بيكون نسبته أعلى، فبيكون مؤهب لتشكل الندبة أكثر من الكبار. طيب خلينا نركز على الأخطاء الشائعة والأمور اللي فعلا بتسبب هي الحروق. كلنا نعرف أنه الصبايا بتلجأ بشكل كبير للليزر، خلينا نوضح هون اللجوء للليزر قد ممكن يسبب اليوم حروق ومشاكل جلدية عند الصبايا، كيف ممكن إحنا نتعامل مع هي المشاكل؟ هلأ أغلبية الحروق اللي ممكن تنتج عن الليزر هي عبارة عن حروق سطحية، وبتكون ناتجة عن أخطاء بالأشخاص اللي هن عم بيستخدموا الليزر. تمام، ممكن كمان حالة واحدة تكون ناتجة عن خطأ من المريضة، بأنه مثلا مننبهها لا تستخدمي تودوران، لا تستخدمي أشياء معينة قبل جلسة الليزر، لا هي بتحط وبتيجي، فكمان هي مؤهبات لحدوث حرق. بس غالبية الحروق اللي بتصير هي عبارة عن حروق سطحية، فينا نعالجها بالمرممات العادية بانتينول، تقريبا 5 أيام لأسبوع بيتم الشفاء منها. طيب دكتورة بس بدي أسألك عن مدة العلاج عند الأطفال أو الإجراءات الطبية بالعلاج، هل اليوم نفسها عم يتم تطبيقها مع الأشخاص الكبار أو لا؟ اليوم الأطفال لهم معاملة خاصة وأدوات خاصة فيهم؟ يعني أنا بعرف حدا انحرق طفلة انحرقت إيدها، يعني صار إنه كل يوم نزوع على المشفى يقشطوا هذا الجلد الميت عنده. هلأ هي الآلية موجودة عند الكبار وعند الصغار، إنه نحن مجرد ما كان في عنا خشارة، مجرد ما كان عنا جلد متموت، نحن رح نطبقها عند الكبار وعند الصغار. ضياع التعامل مع الضياع هو نفسه عند الكبار وعند الصغار. بس قلت لك الأطفال نحن بنتعامل معهم يعني بحساسية أكتر، لأنه هن في شغلات ضمن جسمهم لسه ما تكونت بشكل أساسي مثل الكبار. بس من هاي المبدأ، من هاي الناحية ممكن كمان نلعب على دور التغذية الجيدة. الأطفال لازم تكون حمية البروتين عنده كتير عالية، سواء بالحليب سواء باللحوم، لحتى نحن كمان نساعده أكتر على الشفاء. طيب بالنسبة للتغذية يعني. أوكي، بالنسبة للحرق البسيط إذا فينا نقول، أو اللدعة، أي ممكن سيدة بالبيت هي وعم تطبخ ممكن يصير في لدعة من الحرق، هاي الأمور إحنا فعلا بحاجة اليوم لحتى نروح للدكتور أم لا خلص ممكن نكتفي بالبيت بالإرشادات؟ مجرد ما كان نحن لون الحرق أحمر وفي إحساس بكفي تحط إيدها تحت المية الحنفية وبعدين تستخدم مرمم بانتينول. مجرد ما صار عندنا انكشاف للجلد وظهر أي نسيج موجود تحت الجلد يفضل هي تتوجه للطبيب. طيب دكتورة حدا هيك عم بسألنا اليوم عن النباتات اللي بتكون موجودة بالبيت، يعني هل اليوم في بعض النباتات لها خواص بموضوع الترميم، بموضوع تخفيف الألم؟ وذكر حدا يعني نبتة الطيوب، في هيك شيء؟ هلا انا بهي المواضيع ما كثير بامن فيها، قلت لك لانه انا بالنسبه لي حتى اذا في نباتات ممكن تساعد فهي لازم تخضع لمعالجه خاصه وتكون ضمن اوساط معقمه ونظيفه حتى تطبق. ما بصير تطبيقها بشكل مباشر؟ لا ما بصير. الحرق نحن الاساس بالمعامله معه يكون الضماد نظيف وعقيم. اي شيء انت اخذتيه وطبقتيه بدون ما يكون هو ضمن وسائل خاصه معقمه ونظيفه فهذا الشيء ما انه مقبول، انا هيك بشوف يعني. تمام، طيب اليوم كل انواع الحروق نحن اللي ممكن تصير معنا بنقدر نعالجها ام لا ممكن في حروق معينه فعلا نحن ما نقدر نعالجها رغم كل تطورات الطب ممكن تترك كثير اثر كبير ونحن ما نقدر نتحكم هلا كلها؟
كلها في إلى علاج، بس طبعا بالدرجة العلاج. مثلا في الحرق الدرجة الأولى والثانية بيشفى لحاله، الحروق الثانية نحن بنلجأ لشيء اسمه التطعيم الجلدي، بناخذ جلد من نفس المريض من منطقة الفخذ، طعم جزء السماكة وبنطبقه على منطقة الضياع على الحرق، وبياخذ فترة تقريبا 3 لـ4 أسابيع وبيشفى الهي. بس طبعا ممكن يترك مثلا ندبة، ممكن يترك تصبغ، فهي الآليات مختلفة بس كله رح يشفى. يعني اليوم دكتورة، حسب درجة الحروق شو هي الدرجة اللي مستحيل ندبتها تروح، يعني بتبقى علامة كل العمر؟ الدرجة الثالثة أو سوء الاستخدام الطبي أو الإسعافات الأولية ممكن تكون هي سبب هي الندبة؟ الحرق الدرجة الثالثة وطالعة، يعني حروق الدرجات العميقة هي بالأساس أي شيء بيتأخر شفاءه رح يترك ندبة. فكتير عوامل ممكن تأهب لتشكل الندبة، إذا كان عندنا سوء استخدام الضمادات، يعني نحن مثلا استخدمنا ضماد مناسب سكر الضياع خلال أسبوعين، أكيد هذا رح يخفف تشكل الندبة. إذا ما استخدمنا ضماد مناسب بتأخر الشفاء، فما رح تشكل عندنا ندبة سيئة. العوامل الثانية ممكن يكون في أمراض مرافقة، في عنا التدخين، في عنا السكري، في عنا كتير أمراض ثانية مرافقة هي بتلعب دور أيضا على تشكل الندبة، فممكن تؤدي لتشكل الندبة. ما شرط بس سرير الجرح، بس بشكل عام أي ضياع جزئي درجة ثالثة أو رابعة رح يترك ندبة. تمام دكتورة، في دراسات بتقول إنه الفيتامين دي ممكن تساعد بالشفاء أو بمرحلة العلاج من الحروق، شو فينا نوضح عن هذا الموضوع؟ هلا بشكل عام الفيتامينات بتؤدي لسرعة التئام الجرح. يعني الفيتامينات بشكل عام سواء كان فيتامين أ، فيتامين سي، فيتامين د، هي بتساعد على سرعة التئام الجرح، سواء كان هذا الجرح ناتج عن حرق أو كان ناتج عن ضياع حرق أو حتى رد أو حادث سير. اي جرح مفتوح سواء الفيتامينات والتغذيه المنيحه رح تسرع من شفائه ان شاء الله. بالصحه والسلامه للجميع دكتوره، والله هيك الله يبعدنا عن كل الجروح وكل الحروق هيك، ويكون بردنا سلامنا على جميع الناس. شكرا لحضورك، نورتي صباحنا لليوم. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. شكرا لك، نورتي.